في عصرنا الحديث أصبحت فكرة أن تطلق مشروع بدون مكتب أو رأس مال كبير واقعاً ممكناً نشوفه على أرض الواقع. فهذه النوعية من المشاريع ما تعتمد على دراسات جدوى معقدة ولا تعتمد على سيولة كبيرة، بل تعتمد على الإبداع والمرونة والشغف. وفي حلقة اليوم من برنامج البوصلة بنتكلم عن بعض هذه الأمثلة. فمن أكثر الشركات اللي تكون من هذا النوع هي الخدمات الاستشارية والتدريبية. هذا النوع تحديداً ما يحتاج استثمار مالي كبير، بل يحتاج استثمار في النفس والعقل، لأن كل اللي بتسويه أنك تتعلم كيف تشارك خبرتك في المجال هذا للآخرين مقابل مبلغ معين، وكل هذا ممكن يكون على الإنترنت. ثاني مجال اللي هو التجارة الإلكترونية بنموذج الدروب شيبينج، أو باختصار أن تروج لمنتجات أخرى موجودة على الإنترنت، وأي شخص يشتري المنتجات من خلال تسويقك تحصل أنت على نسبة من المبيعات. يعني باختصار كأنك موظف تسويق في شركة عالمية، ولكن تعمل من منزلك وتحقق أرباح، وهذه الطريقة اليوم كثير من الناس قاعد تمارسها. وثالث مجال هو التصميم، والتصميم بكل أنواعها سواء كان هندسي، جرافيكي، برمجي أو غيره. الفرق بين الخدمات الاستشارية والتصميم هو أن الاستشارات أنت تعطي رأيك أكثر كمختص، ولكن كمصمم فأنت تقدم خدمة قد تصل قيمتها لآلاف الدولارات، وفي نفس الوقت أنت قاعد تعمل من منزلك وتروج لها بالطبع على شبكات تواصل اجتماعي. فمثل ما نشوف اليوم العالم أصبح متطور، ورغبة الناس في الإنترنت زادت بأضعاف المرات خاصة في عام 2020. فليش ما تكون أنت أحد المستفيدين من هذه الطفرة الجديدة؟